جولتنا النهارده في الاهلي في كل مكان، وان شاء الله بكره لقاء مميز جدا مع النجم الكابتن بدر رجب. عايز اقول لكم قبل ما اختم، اوعوا الاحداث اللي بتظهر على الساحه الرياضيه الايام دي تنسيكوا ان في 72 واحد ماتوا حبا وعشقا في النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما هيفضل في القلوب، النادي الاهلي عمره ما يهزه اي حاجه خالص، ولا ماديات الدنيا كلها تهز هذا النادي الكبير. بفكركم دايما بالراحه، ماتوا علشان يشجعوا النادي الاهلي بس، مش مستفيدين من النادي الاهلي في اي حاجه. النادي الاهلي في ايدي امينه جدا جدا جدا، النادي الاهلي في ايدي محبه للنادي الاهلي وبس. خليكم دايما داعمين لهذا الكيان الكبير وكل من يمثله بصدق واخلاص. شكرا جدا لحضراتكم، بتنوروني وبتشرفوني دايما، والتقي بيكم في القريب العاجل، ومع السلامه.